بيقولي rewrite the following sentences using words between brackets. يعني بيقولي في كلمات between brackets بين الأقواس، استخدمي الكلمات دي وغيري في الجملة. تعال نشوف الجملة الأولى، بيقولي هنا إيه؟ Yes they go swimming every Sunday. هو بيقولي استخدم إيه؟ يعني هنا دو ايه. انا بقى قبل ما نجاوب هفكركم بحاجه، لو انتوا فاكرين في قاعده بتقول لما يكون عندي يس او نو، كلمه يس او ايه موجوده اهي، نعمل ايه؟ قال لك ونريد ان نسال سؤال، بنعمل الاتي: نحذف يس او نو. تاني حاجه بعدين نقدم الفعل المساعد على الفاعل ان وجد، لو في فعل ايه. طب لو ما فيش فعل مساعد بنجيب دو للمضارع، وايه ها ضز للمضارع اللي فيه اس، وديد للماضي. واحده بتقول يا مستر ما احنا اصلا مش عارفين يعني ايه فعل مساعد، ايه هي الافعال المساعده؟ افكركم بيها ولا نسيتوها؟ الافعال المساعده اول حاجه فيرب ايه ها، فيرب تو بي اللي هو ايه ها، ام ويز وار ووز وي. فيرب تو ايه دي ها، فيرب ايه؟ فيرب بي اللي هو am وis وar was وwe. طب في فعل تاني مساعد اه اللي هو فيرب ايه؟ فيرب هاز، اللي هو ايه؟ هاز وهاد. وايه كمان ها؟ تو دو، دو وداز وديد. بس كده دي في افعال مساعده تاني؟ لا افتكروا ها، في عندي موديل فيربس او ديفكتيف فيربس اللي بيسموها افعال ناقصه، اللي هي ايه ها؟ شال، شود ها، ويل، وود، كان، كود، مي، مايت، وماست، اوتو، الجي اتش اي سايلنت. دي اسمها الافعال الايه؟ بصوا معاك، اسالك اسمك ايه تقولي انا نسيت اسمي، لكن ما تنسيش الافعال المساعده. اقول تاني، يبقى الافعال المساعده فيرب ايه بسرعه؟ فيرب تو بي، فيرب تو هاف، فيرب تو دو، مودلز فيرب، شال وشد. خلاص احنا قلنا اول تعال الجمله الاولى بتقول ايه؟ يس ها، زي جو سويمنج افري سان دي. اه خلي بالنا من حاجه، اول خطوه بيقول لي ايه؟ هو نحذف يس او ايه او نو. طيب اهو حذفنا كلمه يس او ايه او نو، وبعدين لما نحذف يس ونو ايه اللي يحصل؟ نقدم الفعل المساعد. هل في فعل مساعد من دول في الجمله؟ هنا بقول لي زي جو، هل في ام ولا از ولا ار؟ هل في هاز وهاف ولا دو؟ في حاجه من دول؟ يبقى نعمل ايه؟ نجيبها يا دو ها، يا داز، يا ديد. نقولها تاني. طيب هنا زي جو، جو دي فعل ايه؟ مضارع، بس باس ولا بدون اس؟ اه يبقى جبنا في البدايه كلمه ايه؟ دو، ونقدمه على الفاعل، هي كانت زي جو، يبقى شلنا يس ونقول دو زي جو. ولازم من بعد دو وديد وضز الفعل يكون لاصله جو زي ما هو. وسويمنج افري ساندي. حد فهم حاجه؟ بصوا معايا هنا بقول لي ايه؟ ندى از سيتنج ات ذا باك، يعني ندى جلست في الخلف. هو هنا بيقول لي استخدم كلمة إيه يا جماعة؟ وير يعني إيه؟ أين؟ هي زي الأولانية، أفكركم بيها؟ بيقول لي إيه؟ لو قال لي ابدأ بأداة استفهام، إيه هي الأداة وير؟ وات؟ وين؟ هاو؟ فاكرين أدوات الاستفهام؟ أين وكيف ومتى؟ نعمل إيه؟ قال لك نأتي بأداة استفهام مناسبة، هو هنا بيطلب نجيب كلمة إيه؟ ها؟ وير. وبعدين برضه نقدم الفعل المساعد على الفعل إن إيه؟ فاكرين الافعال المساعده ولا نسيتوها؟ اهي موجود. طب اذا ما فيش فعل مساعد بنجيب دو او داز او ايه. وهنا بقى في حاجه، يتم حذف الجزء المراد السؤال ايه. الجمله اهي ندى از سيتنج ات ذا باك، هو عايز يبدا الجمله بكلمه ايه او يستخدم كلمه ايه؟ وري وري يعني ايه الاول؟ اين. يبقى مين يقول لي ها الاول؟ هل في فعل مساعد هنا؟ اه. فين؟ اسمه ايه؟ الله ينور عليك. يبقى نقول ايه بقى ها؟ وير، ونجيب شوفوا، لا نجيب ايه؟ وير از وبعدين ندى، يعني نقدم الفعل المساعد على الايه؟ شوفوا نقدم الفعل المساعد على الايه. طب افرض ما كانش فيه از، كنا نجيب دو او داز او ديد. طيب وير از ندى سيتنج؟ طب ليش حذفنا ات ذا باك؟ لان احنا قلنا يتم حذف الجزء السؤال المراد السؤال ايه. احنا بنسال اين هي جلست، يبقى ندى السيتنج ات ذا ايه باك.
هيبوس. هيبوس عارفين الهيبوس ده اللي هو ايه؟ اللي هو ايه، حيوان في النيل كده ضخم زي الفيل كده، وله ابو ايش، صيد قشطه يمكن اللي هو زي كده. هيبوس شوفوا ليف ان افريكا، هو بيقول لي استخدم كلمه ايه؟ يعني لما يقول لي كلمه نط يبقى هو عايز ايه؟ خلي اللي موجوده في الكتاب عندكم بصوا معايا، ها هو عايز يقول لي كلمه نط يعني ايه؟ ينفي. طيب تعالوا نشوف، فاكرين القاعده بتاعت النفي بتقول ايه؟ ها في حاله الايه، شوفوا بجيب لكم القاعده اهي، في حاله نضع كلمه نط بعد الفعل الايه. انتم ملاحظين حاجه؟ كل حاجه فيها فعل ايه، السؤال فعل مساعد، يبقى لازم اكون حافظ الافعال الايه، عشان كده قلت لك انسي اسمك وما تنسيش الافعال الايه. فاكرين افعال مساعده تقدر تقول فيرب ايه؟ ها لا علي صوتك، فيرب ايه؟ لا الاول فيرب ايه؟ وفيرب ايه بعد كده؟ وفيرب تو هاف وفيرب تو دو. ها وديفكتيف فيربس وكان وكنت نسيته. اذا ما لقيناش فعل مساعد نجيب دونت بقى، نجيب ايه؟ ها دونت او دازنت او ديدن. طب ما تيجي نحل الجمله دي، هيبوس ها ليف ان افريكا، الاول في فعل مساعد؟ لا. طب نعمل ايه؟ هنجيب ايه بقى؟ ها يا اما دونت يا doesn't يا didn't. ايوه يا زغلوله. ها يبقى doesn't هنقول لا اقري الجمله هتبقى ايه بقى؟ هيبوس اها هيبوس لايف اهي هيبوس ها don't leave in. لا ليه جبنا don't؟ حد يقول لي ليه جبنا don't ما جبناش doesn't؟ لان عند الفعل leave present مضارع بدون اس. طب افرض دي كانت leave دي فيها دي يعني ماضي، كنا نجيب ايه؟ didn't. ولو ده هبو، هبو مفرد لو ما فيش اس ها كنا دي لا كانت هتبقى دي ليفز يعيش، كنا نجيب دازن. لكن احنا جبنا هنا دونت ليه؟ لان ما فيش فعل مساعد، ويبقى نجيب له دونت في حاله النفي. طب رقم اربعه مين يحلها؟ رقم اربعه عامله زي نمبر ايه؟ نمبر فور زي نمبر 1. بيقول لي نو شي دازنت جو تو بيد ايرلي، ويبقى نقول ايه بقى؟ نو شي ايه دازنت. اول خطوه فاكرين نشيل نو ولازم لو في نط نشيل نط كمان معاه، وبعدين نقدم الفعل المساعد على الايه. في فعل مساوي ايه هتبقى ايه بقى؟ داز شي جو تو. خلي بالكم من حاجه، هنا داز هيبقى بمعنى ايه؟ هل. وهنا دو برضو هنا بمعنى ايه؟ هل. اي فعل مساعد اذا جه كسؤال يبقى بمعنى ايه؟ هل. اقولها تاني، ايه هي الافعال المساعده؟ فيرب تو بي، فيرب تو دو، فيرب تو هاف، ديفكتيف كان وكود. لو جت كسؤال يبقى بمعنى ايه؟ هل. بتغير اسمها، اصبح اسمها ايه؟ هل. يبقى هنا ايه بقى الاجابه؟ بصوا كده معايا، داز شي جو تو بيد ايرلي. هنا الجمله دي ناقصه حاجه، ايه هي؟ قولي كويشن مارك. المفروض نعمل علامه ايه؟ كويشن مارك، لا علامه استفهام.